بعض الناس للأسف الشديد بتغلط في نقطة معينة، هي فكرة يا إما كل حاجة يا إما ولا حاجة. إزاي؟ بمعنى إن مثلا سواء بقى إحنا بنتكلم سواء في العلاقات، سواء مثلا في الدراسة، سواء في الشغل، سواء في أي جانب من جوانب حياتنا. مثلا حد اتأخر شوية في المذاكرة، أو مثلا امتحاناته قربت فبالتالي بيراكم الدروس اللي عليه، فبدل مثلا ما يذاكر جزء وكل يوم مثلا يذاكر جزء أو كده ويخفف من عن نفسه العبء شوية، لا يقول أنا طالما خلاص العملية باظت معايا يبقى أنا مش هذاكر بالمرة. حد مثلا في شغله حصل مشكلة معينة، فبدل مثلا ما يحاول ان هو يعالج المشكلة او يحاول ان هو يظبط الدنيا، لا انا خلاص الموضوع معايا باظ. وبالتالي فالنقطة دي بيعملها في حياته في كل حاجة، سواء بقى في علاقته في الحياة عموما مع الناس اللي حواليه، يعني في اي حاجة في نواحي حياته عموما. فالنقطة دي ما ينفعش جدا، يعني دي من اكتر الحاجات الغلط اللي احنا بنقع فيها. فلازم نفهم كويس قوي ان احنا ما ينفعش فكرة ان انا يا اما اعمل كل حاجة وابقى بيرفكت في كل حاجة، يا اما ما اعملش ولا حاجة. على الاقل احنا اتكلمنا قبل كده عن موضوع التراكم، قانون التراكم، ان انا يعني في بعض العادات البسيطة دي اللي انا لو عملتها مع الوقت بتفرق جدا 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 في حياتنا. فلازم نركز على النقطة دي، ولازم نمحي بقى فكرة ان انا يا اما كل حاجة يا اما ولا حاجة، لان دي بتعطلنا كتير قوي في حياتنا. ولو احنا ابتدينا ببعض الحاجات البسيطة على مدار الايام وعلى مدار السنين وعلى مدار الشهور، ده هيفرق بنسبة كبيرة جدا. النقطة دي كفيلة ان هي ممكن تدمر حياتنا تماما، فبلاش نستهون يعني في النقطة دي، لان زي ما قلت العادات البسيطة اللي احنا بنتغاضى عنها وان احنا حاطين في دماغنا ان انا خلاص طالما العملية باظت معايا في كل حاجة ان انا كده مش هبدأ في ولا حاجة، لا دي نقطة غلط جدا. فهنحاول ان احنا نبتدي بقى نظبط الدنيا وما نستصغرش الحاجات البسيطة او العادات البسيطة او اي حاجة ممكن احنا نبتدي فيها او اي حاجة ممكن نحاول ان احنا نغيرها، لان انا لسه قايلة دلوقتي اي حاجة بسيطة مع الوقت هتبقى اكبر فاكبر، وبعد كده هتبقى عادة ممكن جدا تغير حياتنا. فبلاش نستهون بالحاجات البسيطة. كمان نزود على النقطة دي كمان فكرة الصلاة، علاقتنا بربنا، علاقتنا زي ما قلت باللي حوالينا، اسلوبنا في العادات اليومية، في اللايف ستايل بتاع حياتنا عموما. فلازم نركز على النقطة دي، ولازم بلاش بقى يعني بلاش فكرة ان انا طالما العملية باظت معايا لا خلاص مش هيفرق معايا اي حاجة تاني، وانا مش هغير حاجة تاني، وطالما هي كده كده بايظة فخلاص ايه يعني هعمل ايه. ونقيس يعني على ايه ده اللي انا كمان اقدر اعمله؟ فكرة ان حد مثلا عايز يبتدي ان هو يمارس هواية جديدة، او ان هو يمارس عادة جديدة، او ان هو يعمل اي حاجة جديدة في حياته، او ان هو يبتدي مشروع، ان هو مثلا يدرس حاجة معينة، ان هو يغير مثلا يبتدي في مجال معين، يقول لا انا هستنى الوقت المناسب، استنى الـ يعني انا دلوقتي مش جاهز، انا دلوقتي، ويفضل يقول لنفسه حاجة واعذار ان انا دلوقتي مش مهيأ، او ان انا ما عنديش الادوات او ما عنديش الحاجات اللي تساعدني ان انا ابتدي الحاجة اللي انا عايزة ابتديها. دي من اهم الحاجات الغلط. ففكرة ان انا استنى الوقت المناسب، يعني انا قبل كده برضو كنت عملت فيديو اتكلمت فيه عن النقطة دي، وعن فكرة ان انا افضل طول الوقت ابقى مستنية الوقت المناسب، وافضل ان انا اتحجج وادي نفسي اعذار، وان انا اقعد ااجل، وان انا اسوف، وان انا يبقى عندي نقطة ان انا يا اما كل حاجة يا اما ولا حاجة. يعني اغلب الناس الناجحين، اغلب الناس اللي هم بيفكروا بطريقة او بعقلية الشخص الناجح زي ما كنت اتكلمت فيها في فيديو قبل كده، هي فكرة ان هم مش بيستنوا فكرة الوقت المناسب، بيبتدوا من اللحظة اللي هم فيها وبيبتدوا ان هم بقى يغيروا، حتى وان كانت بعادات بسيطة او بحاجات بسيطة او بالحاجات المتاحة ليهم. كمان في حديث من جميل عن دلوقتي الرسول بيقول إن أحب العمل إلى الله أدومه، وإن قل، يعني وإن قل، أو فيما معناه
مهم جدا ان احنا نركز على الحاجة اللي بنعملها، مش لازم امتى ومش لازم نستنى للوقت المناسب. كمان يعني في حديث كمان بيقول استقيموا ولن تحصوا، يعني ما بتقعدش بقى ايه يعني تستنى، وان انت يعني لازم يعني ان كل حاجة تبقى زي ما انت عايز، او تستناها في الوقت المناسب، او ان هي لازم كل حاجة تبقى زي ما قلنا بيرفكت. فكرة الكمال او البرفكشنزم، او ان احنا نستنى من نفسنا ان احنا نبقى عندنا كمال، لان شيء طبيعي ولازم نتقبل النقطة دي، وانا اتكلمت فيها قبل كده. شيء طبيعي ان احنا يجينا وقت، سواء بقى مشاغل، سواء ظروف طارئة بتعدي علينا في الحياة، سواء في حاجات بقى، سواء يعني بدون مثلا إرادة مننا او بإرادة مننا او كسل مننا، فلازم يعني نتقبل فكرة ان احنا مش هيبقى بنفس الانتاجية او بنفس الكفاءة، او بنفس كمان نفسية الانسان اساسا. كمان يعني كل فترة كده الانسان نفسيته بتتغير، طبعا نظرا للظروف والضغوط الحياة والحاجات اللي بتمر بينا وكده، فلازم نبقى عارفين ده ولازم نتقبل ده، ولازم ما نستسلمش بقى لفكرة ان يا اما كل حاجة ابقى فيها مظبوط وكل حاجة تمام، او ولا حاجة خلاص بقى فبلاش نبعد عن، يعني بلاش قصدي نتبنى الفكرة دي، لان الفكرة دي زي ما قلت ممكن جدا كمان تبقى لازم مرحلة. نتقبل بشريتنا وضعفنا، يعني نعرف ان احنا بشر وان احنا يعني مش آلة. يعني قبل كده اتكلمت برضو في فيديو عن فكرة ان احنا ما نست يعني ما نتعاملش مع نفسنا ان احنا، او مع جسمنا او مع قوتنا، ان احنا آلة. فلازم نفهم ده كويس، ولازم يعني نتقبل ان احنا يعني انسان، وان احنا ممكن نتعب، ممكن نمل، ممكن الطاقة بتاعتنا تقل عن الاول، فلازم نعرف ده، ولازم ما يعني ما نبقاش ايه طالبين من نفسنا اقصى من يعني من طاقتنا، او نفضل نأنب نفسنا لا انا ما عملتش كذا، لا انا ما سويتش كذا، لا انا ما ذاكرتش كذا، لا انا ما نجحتش في كذا، لا انا فشلت في كذا. اي حاجة بتمر علينا في الحياة لازم نعرف ان هي اولا قدر ربنا عايز كده يحصل، ثانيا اكيد في هدف او في حكمة في الموضوع، ثالثا زي ما قلت نتقبل. يعني فكرة التقبل ان الانسان لما بيبقى متقبل ضعفه، متقبل بشريته، متقبل ان هو في كل فترة مرحلة زمنية في حياته، او مثلا في سن معين، او فترة ما ممكن يتعب فترة، او يجيله مثلا يعني لا قدر الله يعني يمرض، او مثلا نفسيته ما تبقاش احسن حاجة، فلازم نتقبل النقطة دي علشان يعني نبقى احنا كمان مرتاحين من جوانا، ونحس براحة، راحة بال، ما نفضلش دايما في دايرة العدم الرضا، وان احنا نأنب في نفسنا، او ان احنا نبقى مستنيين. فلازم الوقت نكون المناسب. حريصين ان احنا نحاول نصلح بقى جوانب حياتنا، سواء من الجانب الديني او من الجانب، طبعا الصلاة دي من ضمن الحاجات المهمة جدا في حياتنا، ان احنا نحاول نواظب، وان احنا نحاول ان احنا طالما ما جينا مثلا في فترة قصرنا مثلا في الصلاة، نقول لا انا مقصر في الصلاة خلاص مش هصلي تاني، انا ربنا مش هيتقبل مني، لا نبعد تماما عن الكلام ده. في المذاكرة برضو اي حاجة فاتت او اي حاجة عدت او اي فترة قصرنا فيها في المذاكرة، نقدر نبتدي من اول وجديد، ونقدر نتبنى عادات إيجابية من أول وجديد، ونبعد بقى تفكيرنا عن فكرة إن أنا يعني أستنى الوقت المناسب، أو إن أنا أستنى إن أنا حاجة معينة تحصل علشان خاطر أبدأ من أول وجديد.